من المواقف اللي انا فاكرها لصلاح كان ماتش النادي الزمالك في ملعب المقاولين، كانوا بيلعبوا وادي دجله، وخرجنا بعد الماتش. فواحنا ماشيين كان وقتها محمد صلاح ما شاء الله كان ماشي بشكل كويس جدا 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 في الوقت ده، كان بدات الناس كتير تتكلم عليه زي ما كل لعيب ظاهر مثلا بمستوى كويس قوي في الدوري المصري، فيبدا يتقال عليه الزمالك بيفاوضه او الاهلي بيفاوضه، يعني ايا كان. فمحمد بدا الناس كلها في الفتره دي كانت بتتكلم على محمد صلاح. فواحنا خارجين من المباراه كده في حد من جمهور نادي الزمالك طلب صوره مع صلاح، فصلاح يعني خد الموضوع عادي جدا، ما استناش لما الجمهور يمشي او حاجه. فاحنا مشينا بعد المباراه رايحين، كنا في الوقت ده رايحين المطعم عشان هنتعشى او حاجه زي كده، فماشيين من نادي المقاولين بعد المباراه، فحد من جمهور نادي الزمالك محمد صلاح، فقال له ايوه، قال له لو سمحت بس هتصور معاك. فقال لي معلش يا جنان لو سمحت ممكن تصورنا؟ قلت له مفيش مشكله. فخدت التليفون بصوره، فالناس بصت مين اللي بتصور معاه، فصلاح صلاح صلاح بدا يبقى فيه زحمه. فانا في الوقت ده انا كنت مربي شعري في الوقت ده كده، وكنت رابط شعري ولابس بادي كده، تيشيرت بادي كده وبتاع، فرحت متقمص لقيت محمد زي محمد من نوع اللي هو ما بعرفش يدافع عن نفسه زي ما بيقولوا، يعني لو حد بتصور وبتاع ما بيقدرش يحمي نفسه او كذا بيسلم للامر. ففضل واقف فزحمة عليه اتخنق، فانا تقمصت دور بقى البودي جارد، يعني رحت داخل عملت نفسي كان في حد من الامن انا فاكر في اليوم ده، ناديت عليه جنة لقيت زحمه جامده جدا، وبدات ناس تروح الاهلي وناس تانية مش عارف تقول له ايه، فهيحصل مشادات. محمد كان يمشي خالص، محمد واقف بس. فانا تقمصت دور بقى ان انا البودي جارد بتاعه، رحت داخل كده على الجمهور وسع مش عارف ايه، عملت بقى ان انا ايه بودي جارد فعلا، يعني مثلت الدور بالظبط. فالناس بدات يعني ايه تبعد، وخدت محمد كده تحت باطه واحنا ماشيين. انا في اليوم ده محمد بيقول لي لو كان دي واحده كنت هموت من الناس. ده من المواقف يعني اللي انا فاكرها لمحمد صلاح، يعني عنده حاجه يعني بصراحه انا مش هقول لك انا بحسده عليها، بس حاجه فعلا يمكن من الحاجات اللي بتخلي محمد دايما التوفيق معاه اللي هو حته جبر الخاطر. يعني محمد عمره في حياته ما كسر بحد ابدا ابدا ابدا، دايما بيجبر خاطر الناس، ما عنده الحته دي بصراحه من المميزات جدا 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 اللي في محمد صلاح، ان هو عنده حته جبر الخاطر دي، فعشان كده ربنا بيوفقه دايما. محمد سرعته اكيد هو كان دايما يتكلم في حاجه زي كده، يقول لي في ناس كتيره جدا سريعه، لكن السرعه دي انا استغلها ازاي؟ والسرعه دي اقدر احافظ عليها ازاي؟ محمد عشان بس برضو يعني في بعض الناس بتقول ان محمد ما كانش يتخيل ان هو يبقى موجود في المكان ده. ميسي او رونالدو لو سالته نفس السؤال هيقول لك انا ما كنتش اتخيل ان انا اوصل للدرجه دي. الموضوع مراحل، كل وقت بيبقى له طموحه،